اهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي، يسعد اوقاتكم. من ما كنتوا عم تتابعوني، اليوم رح نحضر مع بعض فطيرة تركية. هي فطيرة الشبت، نكهتها كتير لذيذة وسهلة كتير ان شاء الله. محشية بالجبنة، وطبعا العجينة نفسها ممكن نحضرها باي نوع حشوات تاني بتحبوها. انا حضرتها كمان بحشوة الفلافلة، وحبيت اقدم جنبها الشاي الاخضر. نكهتها كتير لذيذة بتطلع، خصيصا على الافطار كمان بتناسب. وهلا بنروح للتحضير. للمكونات بحتاج 200 غرام من الزبدة، ما يعادل 3 ارباع الكاسة الكبيرة. عندي هون بيضتين، وحدة منهم شلت منها الصفار مشان هلا ادهن الوجه فيه، يعني رح استعمل للعجينة بيضين بيض وصفار واحد. جزرة كبيرة حجم كبير برشتها بهيدا الشكل. عندي هون نص كاسة زيت شاي نباتي، كاسة من اللبن، ملعقة صغيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح، وظرفين من البيكنج باودر. بالنسبة للشبت هون هو بيجي بهيدا الشكل، طبعا رح يختلف اسمائه من البلدة للتاني. انا نتفتن هون بس الوراق فقط، ما كنت اخذ الضلوع ابدا، يعني هيك تمام لحتى صار معي بهيدا الشكل. بالاضافة لاربع كاسات من الطحين، ممكن نحتاج كمان كاسة إضافية. هلا راح احط كل المكونات هون فوق بعضها بقلب العجانة. طبعا للأشخاص ما متفن عندهم العجانة مو مشكلة، فينهم يعجنوها بإيدهم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله هاي العجينة، قوام هيدا بدها تكون منها جامدة كتير وما عم تلزق بإيدنا. هي أساسا بما إنه فيها الزبدة والزيت فما رح تلزق على إيدنا. هلا العجينة صارت جاهزة معنا، مكوناتها أصلا بسيطة يعني فورا بتصير إن شاء الله. هلا أي نوع جبنة بيضاء، أنا بنصحكم بالجبنة البيضاء إذا متوفر عندكم أفضل شيء. رح أحشيها بالجبنة البيضاء لوحدها. بالنسبة لهي العجينة ما في داعي ترتاح معنا أبدا، فينا نشتغل فيها مباشرة، يعني نحن ما حطينا لها خميرة، حطينا لها بيكنج باودر بس هيك مشان الطحين يروح عن الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. هلا انا الفرن حميته على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، بما نحن نجهز الفطيرة. ها الحجم طبعا هيدا الشي بعود للذوق الشخصي مثل ما بتحبوا.
انا وسطيه، ما بديها تكون الفطيره لا كبيره ولا صغيره. حتى على فكره اذا حبيتوا فينكم ما تحشوها شيء ابدا، نكهتها كتير لذيذه هيك لوحدها. شوف ما شاء الله العجينه فورا فينكم يعني تشتغلوا فيها بكل اريحيه، بتساعدكم ما بتعذبكم. طريقة التشكيل اختيارية، انا اليوم رح احضرها بالطريقة التركية الاصلية، يعني ما بدي اغير فيها شيء ابدا ابدا. هيك بتكون العجينة مدعبلة، بيعملوا لها بس هيك، بحطوا فيها نتفة جبنة، بس انا رح ازيد اكثر شوي عنه لان اذا كانت جبندة اكثر اطيب. هي شوي اكثر منه. هلا بجيبوا العجينة هيك، بيعملوا لها بهيدا الشكل بس. بس هيك خلصت بهيدا الشكل، ولا اسهل من هيك. رققت انا زيادة من تحت، نعمل واحدة تانية معكم. شوف ما شاء الله هي اول صينية خلصت معي، طلعوا هون تقريبا حوالي 17 قطعة، ولسه في مجموع كامل تقريبا 25-26 قطعة. هلا هون مثل ما خبرتكم في عنا صفار بيضة، وعلى جنب اذا حبيتوا هيدا الشيء اضافي او اختياري سمسم تحطوا على وشهم. هلا اول شيء رح ادهنهم بالبيض، صفار البيض عفوا، نتفة صغيرة ما بحب انا كتير بالغ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اذا حبيتوا ممكن تغطوها كلها وممكن ترشوها رش. هيدا الشكل، وممكن تكون رش. هلا هي كلياتهم ندهنهم صفار البيت لحتى تخلص كمية ان شاء الله. هلا انا في كم وحده رح خليهم بصراحه من دون دهن، لاني في عندي اشخاص بالعائله ما بيحبوا الصفار يكون على وجه الفطيره. هلا هيك صارت جاهزة لحتى تدخل معنا الفرن، تقريبا بتاخد معنا 15-20 دقيقة. هلا هون مثل ما ملاحظين شكلتهم لشكل دوائر صغار. هلا انا هون عندي بالبراد في حشوه جاهزه، هي حشوه الفليفله، انا محضرتها معكم من قبل ورح احط لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف.
هلا رح كمان احط لهم فلفل وفرجيكم النتيجه كيف رح تصير. انه بهي الطريقه ممكن شوفوا ما شاء الله، هي النتيجة النهائية للفطاير. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. بتمنى إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. شوفوا ما شاء الله، قرمشة طرية. شوفوا هي شكلها من الداخل. كمان هيدول حتى فطاير الفليفلة طلعت نكهتهم كتير لذيذة، نكهة الشبت مع الفليفلة طلعت غرام والله. بنصحكم انكم تجربوها.